السلام عليكم، مرحبا بكم في الدرس الجديد من مساق تحليل الإحصائي للاستبيانات باستخدام برنامج IBM SPSS. تناولنا في الدرس السابق القيم المفقودة وكيفية معالجة هذه القيم في حالة فقدانها أو في حالة عدم إدخالها في عملية تحليل البيانات. والآن سوف نتطرق إلى موضوع مهم جدا، وهو تحليل الاستجابات المتعددة. يعتبر هذا الموضوع واحد من أهم المواضيع في تحليل الاستبيانات. في بعض الأحيان تأتينا استبيانات تكون فيها الإجابة على السؤال هو أن يقوم المستجوب باختيار أكثر من إجابة في هذه الاستبيانة، ففي هذه الحالة يجب أن نقوم باستخدام تحليل الاستجابات المتعددة، وهي Multiple Response Analysis. كما ذكرنا، قد تحوي الاستبانة على أسئلة يمكن فيها اختيار أكثر من إجابة. في هذه الحالة لن يمكننا ملء بيانات هذه الأسئلة بالطريقة التقليدية، كما لن يمكننا تحليلها في برنامج SPSS باستخدام الأساليب اللي ذكرناها سابقا، ولكن سوف نتعلم كيفية تحليلها بهذه الطريقة. في أحد الأسئلة، في دراسة استطلاعية عن المركز الياباني للتعاون الأكاديمي في مدينة حلب، تم سؤال عدد من الطلبة، وهو سؤال: لماذا اخترت دراسة اللغة اليابانية؟ وذكر هنا يمكنه اختيار أكثر من إجابة، وقمنا بإعطائه هذه الخيارات، كأن يكون اختارها لأنها لغة ثانية في الجامعة، أو لأنها لغة يهتم بالثقافة اليابانية، أو لأنه يرغب بإكمال دراسته في اليابان، أو هو معجب بنشاطات المركز، أو لأنه يتابع الأفلام اليابانية. نلاحظ في هذا السؤال أننا قد تركنا خيار للمجيب بإمكانية اختيار أكثر من إجابة، وفي هذه الحالة لن نستطيع أن نقوم بإدخال هذا المتغير كمتغير واحد في البرنامج. فإذا حدد المجيب أو المستجوب ثلاث اختيارات، فسيكون من المستحيل وضع الإجابات الثلاثة في متغير واحد، لذلك سوف نستخدم أسلوب تحليل الاستجابات المتعددة. جدول التالي يمثل الإجابات اللي قام بها الطلاب. نلاحظ هذا هو الجدول. بعد أن قمنا بسؤال 10 طلاب حول اختيارهم للغة اليابانية، وجدنا أن الطالب الأول قد أجاب بثلاث إجابات أو أربع إجابات، اختار لأنه يهتم بالثقافة اليابانية، ولأنه يرغب بإكمال دراسته في اليابان، ولأنه معجب بنشاطات المركز، وهو يتابع أيضا الأفلام اليابانية. فنلاحظ أن الطالب هذا قد قام باختيار أكثر من إجابة لهذا السؤال، وكذلك بقية الطلبة. فهنا قد قمنا بإشارة صفر للطالب الذي لم يجيب على هذا الاختيار، ورقم واحد لأنه اختار هذا الإجابة. وعندما نريد أن نقوم بملء هذه البيانات، نقوم بتعريف المتحول كما يلي: نقوم بأخذ الإجابات الخمسة إجابة إجابة، ونقوم بإدخالها كأنها متغير على حدة، أي لدينا هذه الإجابات، هذه الإجابات يتم إدخالها في البرنامج على أنها متغيرات. فإذا يصبح لدينا كما تلاحظ في هذا الجدول لدينا خمسة متغيرات، ولكل متغير فيه إجابة عفوا. ولكي نقوم بتحليل هذه الإجابات، نذهب إلى Analysis، ومن Analysis Multiple Response، ومنه إلى Define Variable Seat.
فتظهر لدينا نافذة تعريف أسئلة الاستجابات أو الإجابات المتعددة بهذا الشكل. هذا هو الشكل بعد اختيارنا للـ Define Multiple Response Sets، ونقوم بإدخال جميع المتغيرات إلى حقل Variable in Seat. في البداية سوف تجدها هنا، ولكن نقوم باختيار متغير وندخله، وهكذا سوف تنتقل جميع المتغيرات إلى هنا. ونختار أيضا من سوف نقوم بتعريف أيضا المتحولات أو المتغيرات، وهو سبب دراستك للغة اليابانية بالخطوات التالية كما ذكرت سابقا. أولا نقوم بنقل المتغيرات الخمسة إلى حقل variable seat كما ذكرت، ونكتب الرقم 1 في المربع counted value كما نلاحظ هنا، وأيضا وهذا الرقم يمثل القيمة التي تعبر عن اختيار المجيب لهذه الإجابة. فإذا اختار المجيب الإجابة على السؤال نضع 1، وإذا لم يختار فسوف تكون 0. نكتب في حقل الليبل اسم المتغير، وهنا سوف نكتبه باللغة الإنجليزية أو كرمز، لأن كما ذكرنا سابقا SPSS لا يتقبل الأسماء الموصولة ولا النقاط وإلى آخره. ثم نضغط على زر Study Reasons، هذا هو الزر، نلاحظ هنا Study Reasons، نضغط عليه ونقوم بإدخاله Add، ثم Close. بعدها سوف نضغط على Add بعد اختيارنا ل Study Reasons سبب دراسة اللغة، و Close، فنكون أنهينا أول خطوة لتعريف السؤال. ولتحليل إجابات هذا السؤال لدينا خيارين، يا أما أن نختار التكرارات باعتبارها متغيرات نومينال ومنها نستطيع حساب التكرارات والنسب المئوية، وذلك عن طريق Analysis Multiple Response Frequency، فيظهر لدينا مربع الحوار التالي. نقوم بإدخال متغير Study Reasons، قد عرفنا جميع المتغيرات السابقة في هذا المتغير، وثم نقوم بالضغط على OK، فنحصل على النتائج التالية في هذا الجدول، جدول Study Reasons Frequency. نلاحظ Response الإجابات و Percent of Case نسبة كل حالة، الإدخالات هناك شخص اختارها لأنها لغة ثانية في الجامعة ونسبته 5.5%، ومن مجموع الكلي هو 10.10%، نسبته 10%. وهناك 5 أشخاص قد أجابوا لأنهم يهتمون باللغة والثقافة اليابانية وتبلغ النسبة من هذه الحالة 50%، وثمانية أشخاص قد أجابوا برغبتهم بمتابعة دراستهم في اليابان وهذه نسبتهم أيضا. هذه هي النسبة من الحالات، وأيضا هناك 4 أشخاص اختاروا لأنهم معجبين بنشاطات المركز، وأيضا 2 قاموا بالإجابة على إجابة متابعة الأفلام اليابانية. فالجدول، نأتي الآن إلى تفسير الجدول. فالعمود الأول يوضح سبب دراستك للغة اليابانية، ويمثل السؤال الذي سوف يجمع كل الإجابات الخمسة، والعمود الثاني يحتوي الإجابات،
والعمود الثالث النمبر يعبر عن عدد الإجابات التي يتم تحديدها، فقد كان لدينا 10 طلاب ولكن مجموع الإجابات التي تم اختيارها تساوي 20، أي أن هناك طلاب اختاروا أكثر من إجابة، وهذا هو سبب الرقم 20. العمود الرابع percent، وهو عدد الطلاب الذين اختاروا الإجابة على عدد الإجابات الكلية، يعني هذا هو نسبة الإجابة من عدد الإجابات الكلية. فنلاحظ أن الإجابة الثانية اهتم باللغة والثقافة اليابانية، اختارها 5 طلاب، وتحسب 5 على 20 وفي 100، 5 هم عدد الطلاب على العدد الإجابات الكلي، في 100 فنحصل على نسبة مئوية 25%. والعمود الخامس هو percent of case، يمثل عدد الطلاب الذين اختاروا إجابة على عدد الطلاب، أي أن الإجابة الثانية اهتم باللغة والثقافة اليابانية، تحسب من 5 طلاب على 10 إجابات وضربها في 100 فنحصل على 50%. أما التحليل، نوع التحليل الثاني لهذه الإجابات، فيمكن أن نحصل عليه عن طريق جداول التقاطع لكروستاب. تستخدم جداول التقاطع لدراسة علاقة الارتباط بين متحولين، أي متغيرين، أحدهما اسمي والآخر فئوي من الفئات، الذي يكون متغير يحوي على فئات أو متغيرات تجزئة كالجنس وغيره. لنأخذ المثال السابق وهو سبب دراستك للغة اليابانية، ولكن مع تحديد جنس الطالب، أي سوف يكون لدينا المتغير الاسمي هو سبب الدراسة للغة اليابانية، ومتغير التجزئة أو متغير الفئة هو نوع جنس الطالب ذكر أو أنثى. وهذه هي البيانات، نفس البيانات السابقة ولكن أضفنا عليها حقل الجنس كما تلاحظون، وقمنا بإدخال ذكر وأنثى، ذكر وأنثى وهكذا، فكانت الإجابات للذكور هكذا والإناث هكذا. وسيتم إدخال البيانات بنفس الطريقة السابقة مع تعريف متغير الجنس، نعطي رقم 1 للذكور ورقم 2 للإناث وهكذا. بعد ملء البيانات بالبرنامج بحيث يتم تنسيق كل عمود في الجدول السابق بمتغير الأعمدة، كل عمود من هذه المتغيرات هو عبارة كل عمود من هذه الأعمدة هو عبارة عن متغير، ويتم تعريفه كمتغير مستقل داخل البرنامج. وكما ذكرت متغير الجنس يأخذ للذكور رقم 1 والإناث رقم 2 في حقل الفاليو ليبل. سوف تصبح لدينا الإدخال بهذه الطريقة للجندر، للجنس ذكر 1، تستطيع أن تكتب ذكر وتستطيع أن تدخل مباشرة الكود للذكر وهو 1 والأنثى 2، وهذه هي الإجابات. ولدينا هذه المسار لاستخدام تحليل كروس تاب جدول التقاطع من قائمة Analyze Multiple Response Cross Tab، فتظهر لدينا هذه النافذة. نقوم بإدخال متغير Study Reasons وهو متغير يجمع جميع هذه الإجابات، وفي حقل الكولومز في حقل أعمدة Gender وهما الذكور والإناث سوف يظهر لدينا 1 و2، وبعدها نقوم بإدخال نعرف الديفاين، ننقر على زر الديفاين ضروري لكي نقوم بالتعريف، يجب تحديد المجال لفئات متحول الجنس، وعند الضغط على الديفاين سوف نكتب رقم 1 المينيمم الإجابة أقل قيمة 1 و2 أكبر قيمة للذكور والإناث، وثم نضغط continue، وبعدها نعود إلى عند الضغط على continue سوف نعود إلى هذه النافذة، نافذة multiple response cross tab، ثم نضغط على زر OK بعد تعريفنا لمتغيرات الجنس ذكر وأنثى. كما نلاحظ سابقا كانت لدينا علامات استفهام، والآن أصبحت لدينا 1 للذكور و2 للإناث، وذلك عن طريق define range، ثم نضغط OK فتظهر لدينا هذه المخرجات، جدول study reason في يعني جدول الإجابات في متغير الجنس، وتم عمل تقاطع لهذه المتغيرات. نلاحظ العمود الأول فيه المتغيرات
وفي العمود الثاني الجنس وقد قسم إلى ذكر وأنثى وإذن المجموع. نأتي الآن إلى شرح هذا الجدول. نأتي الآن إلى شرح هذا الجدول. نلاحظ بأن أكثر الطلاب الذكور يدرسون اللغة اليابانية بهدف متابعة الدراسة في اليابان. نلاحظ في الجدول. نلاحظ هناك 5 ذكور و3 إناث ومجموعهم 8 أشخاص من 10 طلاب فضلوا دراسة اللغة اليابانية لأنهم يرغبون بمتابعة الدراسة في اليابان، ومنهم من يدرسونها لأنهم معجبين بنشاطات المركز الياباني، وأن أكثر الطالبات يدرسن اللغة اليابانية بسبب اهتمامهم بالثقافة اليابانية وبسبب الرغبة بمتابعة الدراسة في اليابان. إلى هنا نصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. نراكم على خير في الدرس القادم.